هلا اميغوس، اهلا فيكم كلكم بقناه ميرا. واليوم رجعت لكم فيديو جديد رح نحكي فيه عن لوازم الاقامه الجامعيه، كمان شويه نصائح من حكم تجربتي انا كطالبه. عموما هذا الفيديو موجه بصفه خاصه لجماعه سنه اولى جامعه، لانه هاي بتكون اول تجربه لهم انهم يبعدوا فيها عن اهلهم وبيجربوا تجربه السكن لحالهم بعيد عن الاهل. وهذا الفيديو ايضا رح يساعد الناس اللي رح تقيم في الاقامه الجامعيه الحكوميه او الخاصه او اللي رح ياجروا شقه، فتابعوا هذا الفيديو للاخير، وبتمنى انه يكون يا رب استفاده لكم كلياتكم. وقبل ما نبلش بهذا الفيديو، اذا انت اول مره بتشوفني بليز لا تنسى تشترك بالقناه، تضغط على زر السبسكرايب الاحمر، تعطي هذا الفيديو بيج لايك. شو رايكم نوصل هذا الفيديو ل 1500 لايك؟ بنقدر يا بيبي، يلا بنشوف. كلياتنا نحاول نوصل هذا الفيديو ل 1500 لايك عشان نصوركم فيديوهات اكثر، وان شاء الله راح تكون كمان كثير فيديوهات من هذا النوع راح احكي لكم فيها عن تجربتي انا في السكن لحالي. وبليز لا تنسوا انكم تضغطوا على الجرس عشان دائما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد، وتابعوني على بقيه مواقع التواصل الاجتماعي راح اخلي لكم اللينك تحت، وكمان كل الاسماء راح تظهر هون. وهلا يلا نبلش. اول شغله راح نحكي فيها هي اللوازم الاقامه الجامعيه من المستلزمات تبعك: سجاد، ستائر، لحاف، غطائك، مستلزمات التنظيف، ديكور بسيط، سلة الزبالة، لابتوب. اللابتوب كتير مهم وكتير ضروري، لانه راح يكلفوكم بالبروجكت تبع الانجليش. ما بعرف هل النظام يختلف ما بين الدول العربية، لكن احنا كتير بنحتاج لللابتوب عشان نسوي بروجكت تبع الانجليش. عاشرا الفيوز، ما بعرف شو ممكن اسمها بالعربي، لكن احط لكم هون الصورة. ليش؟ لانه مشكلة الضوء بصير عليها مشاكل، مثلا واحدة بدها تسهر واحدة بدها تنام، او واحدة تكون ما بدها تنام على الضوء، فهذا يسبب كتير نزاع ما بيناتكم ومشكلة، وانتي عشان تتفادي هاي المشاكل خلي معك دايما فيوز. ضروري ومهم جدا ان تكون عندكم علب طعام، استخدموا الزجاجية عشان بصراحة البلاستيك على طول المدة رح يضركم. كمان من الاشياء المهمة جدا في الاقامة الجامعية الحكومية انه يكون عندك سخان، ما بعرف نسيت اسمه بالفرنسي، المهم رح احط لكم هون صورته، لكن هذا الشيء بيكون دائما ممنوع في الإقامة الجامعية لأنهم بيخافوا من الحريق وما بعرف إيش رح يصير، وهاي البلا بلا 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 اللي ما منها أي فائدة. لكن يا بيبي، إذا لاحظوا عليك إنه أنت عندك سخان في الغرفة رح تروحي فيها في 60 داهية، ولكن نتجاوز هذه المشكلة الكبيرة والعويصة جدا. ولأنني يا عزيزتي ويا حبيبتي لا أتحمل أن أراكي تعاني أو مكبوشة بالكلبشة، ضروري جدا إنه يكون عندك قفل عشان تقفلي به الخزانة تبعك. رح أحط لكم كمان هون الصورة إذا لقيتها تبع القفل اللي أنا عم بحكي عليه هلا. أولا لأنه ممكن أنت تتعرضي للسرقة من عند صديقتك في السكن، لانك انت ما بتكوني اصلا تعرفيها اصلا كيف طبيعتها وشو هي وشو هي اخلاقيتها، هذا من اول باب. ثاني باب، لانه عاملات النظافه نفس الشيء بيجوا يراقبوا الغرفه وممكن كمان بيسرقوكي. ثالث شيء يا ويلو يا سواد، ليلك زي ما حكينا اذا فاقوا او انتبهوا انه عندك سخان في الغرفه، فهذا راح يعرضك لعواقب من قبل الاداره. هذا بالنسبة للناس اللي راح تسكن في الإقامة الجامعية الحكومية، لكن بالنسبة للناس راح تسكن في الإقامة الجامعية الخاصة أو اللي راح يأجروا شقة، بنات بيكونوا بيعرفوا بعض بالرغم أبداً 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 أبداً، ما بنصح إنك أنت يا عزيزتي إنك تسكني في شقة مع أي بنات إلا إذا كنتي تعرفيهم حق المعرفة أو درسوا معك في الثانوي، لأنه بكل صراحة هذا يسبب مشاكل كبيرة جداً جداً لإلك، وخاصة إنه بيخليكي فترة عشان تفوتي في جو الجامعة، ما بنصحك. من المستحسن في السنة الأولى تبعك يا إما الإقامة الجامعية الخاصة أو الإقامة الجامعية الحكومية، بس إذا أنت حبيتي إنك تأجري شقة فأنت أكيد حرة. وبرجع بقول هذا الكلام موجه فقط للسنة الأولى الجامعة، لأنهم راح يكونوا أول سنة عم يكتشفوا كل الأشياء وعم يتعلموا، فأنا ما بحبكم إنكم توقعوا في أخطاء معينة أو يصير لكم مشاكل ممكن تأثر عليكم على مدى السنة أو تأثر على منتوشكم الدراسي، خاصة للطلاب اللي بيحبوا كتير إنهم يتفوقوا. وكمان شغلة تانية بنصحكم إنكم تشتروا بعض الديكور، لأنه هذا المكان راح تكفوا به السنة كاملة. مش مهم الديكور يكون شيء واو يعني على قدكم على قد ظروفكم المادية ولا قد اصلا السكن تبعكم، فاشتروا هيك الديكور هيك بسيط خفيف يملي لكم المكان كله طاقة ايجابية عشان كمان تكون مردوديتكم في الدراسة منيحة. نجح لجماعة الاقامة الجامعية الحكومية، ابدا لا تنشروا ثيابكم برا، ابدا. اكبر غلط انكم تسويه انكم تنشروا ثيابكم برا، لانه في سحر عجيب ورهيب انك بس نشرت هيك هلا ثيابك، بس هيك تلتفت على هي الزاوية وترجع هيك، او ماي جاد شو هذا السحر، ما تلاقي ولا شيء ولا شيء يا بيبي. فلهيك يا بيبي لازم انكم تنشروا ثيابكم على النافذه تبعكم او اذا كان عندكم بلكونه في الغرفه، بعتقد انه صعب انه يكون بلكون موجود في الاقامه الجامعيه الحكوميه، لكن بعتقد انه اكيد والمؤكد انه راح يكون عندكم نافذه، فيكم تنشروا على النافذه تبعكم.
نفس الشيء اللي ينطبق على الاكل تبع الثلاجه العامه اللي بتستعملها كل الناس، ابدا لا تحطوا اكلكم هناك. لانه في الاقامه الجامعيه الحكوميه في قدره هائله سحريه على اختفاء الاشياء، ومن اجل هذا السبب العظيم سيداتي وسادتي ادعوكم الى ان تشتروا اكل قليل جدا يكفيكم بس ليومين عشان ما يفزلكم وتخسروا فلوسكم كمان على الفاضي. اشتروا اكل كثير قليل لانه غالبا ما بيكون عندكم ثلاجه، واذا اشتريتوا اكل كثير وما عندكم في شو بتحفظوه اكيد راح يفزلكم وتخسروه، فلذلك دائما اشتروا اكل قليل جدا بكفي بس ليومين. في انواع من الاكل بتفسد بسرعة زي الحليب ومعجون الطماطم، فانتوا يا بيبي تصرفوا بذكاء، بدل ما تشري 1 لتر من الحليب اشري 0.5 لتر من الحليب اللي اصلا اكيد راح يكفيك ليوم او ليومين لا اقصى شيء، ومعجون الطماطم عشان يكفي معنا لمدة اطول فزيدوله زيت الزيتون، وكمان اشتروا اقل حكة او اقل كمية ممكن تاخذوها من معجون الطماطم عشان كمان انكم توفروا. من شوية كل النصائح كانت موجهة لجماعة الإقامة الحكومية، هلا كل النصائح اللي رح أذكرها موجهة للجميع، لأنه الجاي واللي رح أحكيه هي قواعد وبيزك في كل أنواع السكن. خليك شخص منظم ومرتب ولا ترمي أغراضك هون وهون، لأنه رح يسبب لك أكيد مشاكل مع الطرف الثاني، لأنه أكيد مو شغال عندك رفيقك في السكن. طبيعي جدا حريتك وتقفوا عند بداية حرية الآخر، والنظافة خط أحمر في السكن مهما كان الشخص اللي معك مين بيكون. وهون بعطيكم نصيحة تفيديا لأي مناقشة أو أي جدل ممكن يصير ما بين البنات بين بعض، سووا جدول شهري وعلقوه على الحيط واكتبوا في هذا الجدول في كل أسبوع مين فيكم اللي راح تتكلف بالتنظيف. مثلا هذا الأسبوع راح يكون على أسماء، في الأسبوع الجاي راح يكون على مريم، وهيك. وبهي الطريقة كل واحدة فيكم بتكون عارفة حالها إمتى راح تنظف وما يصير أي مناقشات وأي جدل عن هذا الموضوع. وهلا بنحكي عن الطبخ، من المستحسن إنكم تطبخوا سوا عشان تقللوا من المصاريف، مثلا اليوم طبخت أمل بكرة تطبخ أسماء وهيك. بس إذا زميلتك في السكن ما عجبت هاي الفكرة روحي عادي يا بيبي اطبخي لحالك وسوي أكل كامل لأسبوع وحطيه في الثلاجة. بس أكيد لما نحكي عن الثلاجة بنحكي عن الجماعة اللي بتسكن في إقامة خاصة أو اللي مأجرين شقق، لأنه بعرف إنه في الحكومة ما فيش الزبالة يا جماعة. تخيلوا يا جماعة الزبالة بتصير عليها أهمية كبيرة قوي قوي، والله أنا أصلا مش متخيلة إنه بالزبالة بتصير أهميتها أكتر من أهمية وجودي أنا في الحياة. والله عجبت جايز كيف بالزبالة بتصير عليها مشاكل لا حصر لها. فإذا بدكم بتسووا نفس الشيء جدول زي ما حكينا عن التنظيف، او انكم بتكونوا بالنظام اليوم انت بتكب زباله بكره هي بتكب زباله، وهكذا تستمروا الحياه بدون اي مشاكل يا عزيزتي ويا عزيزي. نفس الشيء بعتقد بالنسبه للشباب، ما عندي فكره كثير عن الشباب كيف بيكون الجو تبعهم، اكتبوا لنا تحت يا شباب خلينا نعرف الجرائم اللي عم ترتكبوها. اسمعي يا وليه انت وهي كبوا زباله كل يوم عشان شو؟ الحشرات يا حبيبتي، الحشرات والفيران وهداك الصرصور المقرف هو الصديق الصدوق للزباله. بعتقد ما في هيك اكثر تحفيز انك انت تروحي تكبي زباله كل يوم يا حبيبتي، انك انت مش مستعده انك تشوفي هذا الوجه المقرف كل يوم عندك بالبيت. ابدا بعرف لانه انا بقرف منه. اذا 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 اذا, إذا, إذا. بتعرفوها هذيك بتكون في الاعراس لما بيكونوا بيجربوا في المايك نفس الشيء. انا كنت عم جرب المايك. اذا 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 زميلاتك في السكن كانوا مصلحجين وعم يستغلوك باي طريقه كانت يا بيبي عارفيهم حدودهم، لانك انت يا بيبي منك اي حدا، انت رفيقتي انا، صح لا ولا مش صح لا؟ لانه اذا شافوك هيك عاقله ومستحيه وساكته مفكره انهم راح يحبوك وراح يقولوا واو وامتي ما احلى نو يا بيبي، راح يركبوا عليك يا عمري. فانا هيك خليكي قدها وقدود وخليني فخوره بيكي بلسانك الطويل. بطاقة الطلب، بطاقة الإقامة، بطاقة التعريف، هاي زي شرب المي، زي الأكسجين، زي الأكل، زي كل شيء ضروري للحياة. وين ما روحتي لازم يكونوا معك، سواء روحتي لزحل للمريخ لما بعرف وين لازم يكونوا معك، لأنه في أي لحظة ممكن يسألوها عليكم. وبتعرفوا بيسألوكي وبس عشان إنه ممكن ما بيعرفوك؟ لا يا بيبي بيسألوا متعمدين. أنت بتدرسي هون؟ إيه أي نعم أنا بدرس هون. هاتي البطاقة. نسيتها بالبيت. أنت منك من هون، اطلعي برا. بليز استاذ انت عم تشوفني كل يوم انه انا بفوت للجامعة، بليز خليني فوت، هذا الدرس كتير مهم بليز. بتبلش هلا النخوة الرجولية تطلع فيه. هذا شغلي ولازم اني انا احترمه، ما بقدر يا انسة، انا اسف. بكذب يا بيبي والله العظيم بكذب، بيكونوا عم شايفك كل يوم فايتة للجامعة، كل يوم فايتة للاقامة، بس هيك عشان يفرجوا حاله او والله انا عم طبق شغلي، انا عم سوي شغلي، انا عندي الضمير. بكذب. فرجعنا أنت وهو تجنبا لهذه المواقف البيخة والإحراج الشديد، خذوا معكم بطاقاتكم. شكرا. So guys هي أهم القواعد اللي بتكون عنوانها اعرف حدودك والتزم بها، هذا مو محل السيد الوالد. وهيك جايز وصلنا لنهاية الفيديو، وأرجوكم ترمسسوا وأعطوا هذا الفيديو لايكات وشيرات وسبسكرايبات وجرسات وتعليقات، ترمسسوا في الرومانسية جميلة كجمالي وجوهكم وابتساماتكم. Oh my god أنا الشاعرة.
ديروا بالكم على حالكم واحوالكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، بسلامة، باي. طيب ليش بس عشان اجيت انا اصور؟ وهيك جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ديروا بالكم على حالكم واحوالكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم.